صباح الخير مشاهدينا الكرام. اليوم ودي أتكلم عن موضوع وايد مهم اللي هو الكوليسترول، وشنو الأكل اللي يرفع الكوليسترول بالدم، شنو الأكل اللي يساعد إنه هو ينزله. طبعاً أبي أوضح نقطة مهمة، إن العلم الطب علم متطور، يعني إحنا في أشياء أو اعتقادات كنا نحطها ببالنا إن هي ترفع الكوليسترول، مع الوقت اكتشفنا إن هي لا، واللي هو أهمها اللي هو البيض. الناس دائماً حاطين بالهم إن البيض يرفع الكوليسترول، بالنهاية مو صحيح، ولا هو يرفع الكوليسترول ولا شيء. لا، ولكن بتاكل ياب كمية كبيرة، يعني بتاكل ريوق بيض، الغداء بيض، عشاء بيض، إيه ذيك الساعة شلون تقدر تطبخونه مع الدهن هو اللي قاعد يرفع لنا الكوليسترول، ولكن البيض نفسه لا ما يرفع لنا. فوايد في اعتقادات، نشرح أول شيء شنو هو الكوليسترول، وشنو الأشياء اللي ترفعه، وشنو الأشياء اللي تنزله. الكوليسترول هو عبارة عن مادة تترسب على الأوعية والشرايين، وتسوي لنا مثل الكلاتينج انها تسد الشرايين، فتسبب جلطات، مشاكل في القلب ومشاكل في الجسم كله، ويسمونه القاتل الصامت. ليش يسمونه صامت؟ لانه هو ما له مع يعني جسمنا ما نحس انه مرتفع، مو مثل الضغط يجينا صداع، او انه عندنا السكر يجينا تكونون تدشون الحمام وايد تحسون بدوخه تتعبون، الكوليسترول ما عنده هالشيء، فيسمونه القاتل الصامت. المعالم اللي نشوفها، العلامات اللي نشوفها ما راح تكون وايد خفيفه اللي احنا ما نخطط فيها، فلازم نكون دير بالنا ونشيك على الكوليسترول بالدم كل 6 شهور. لما نسوي تحليل الدم في اشياء كثيره نشوفها، في توتال كوليسترول HDL و LDL. التوتال كوليسترول هو مجموع ال HDL وال LDL. شنو ال HDL وال LDL؟ ال HDL H هبه فنافع، يعني عشان تحفظونها سهل عليكم حرفي، فانا لازم يكون نافع. وعندكم ال LDL اللي هو الضار. ال HDL تخيلوها كانها سيايير زباله تشيل وتنظف، وحطوا ببالكم ان ال LDL اللي هو الضار هو الزباله. فانتوا تخيلوا عندكم كل ما زاد ال LDL اللي هو الضار لازم ال HDL يرتفع معاه عشان ينظف. بس من النهايه لما يجيني انا توتال كوليسترول عالي ويكون عندهم ال HDL حيل عالي، هم نخاف، يعني تخيلوا الشوارع فيها وايد شاحنات ما يضرنا، هم يضرنا بالنهايه، فما نبي الشيء الاثنين، ما نبي نحب ان يكونون مرتفعين بطريقه مو طبيعيه. انزين شرحناها، احنا اهم شيء عندنا ان ال LDL اللي هو الضار يكون نازل. التوتال كوليسترول اذا كان شويه مرتفع بسبب ال HDL ما عنده مشكله، احنا همنا ال LDL انه يكون نازل. يعني انزين شلون ننزله؟ نبلش باول شيء، والناس دائما اللي تسمعه اللي هو الالياف والفايبر والخضره والفاكهه اللي انتم تشوفونها حوالي. الخضره والفاكهه فيها نوعين من الالياف، الالياف اللي تساعد نقص او نزول ال LDL اللي هو الضار، اللي هي الالياف المذابه السوليبل فايبر. وين نلقاه؟ نلقاه بالشوفان، نلقاه في الشعير، نلقاه في الخضره والفاكهه، الخضروات الورقيه منها السبانخ والبروكي وهالسوالف هذه، دائما هذه معروف انها تنزل لنا الكوليسترول. انزين شلون الالياف تنزل الكوليسترول؟ الالياف ترتبط في الامعاء بالبايل اسيد، البايل اسيد هذا نوع من انواع الحمضيات اللي الجسم او الكبد يفرزها على اساس يساعد في الهضم وامتصاص الغذاء في جسمنا. الجسم منظم، فالبايل اسيد لما ينفرز في الامعاء في القولون يرد الجسم يمتصه مره ثانيه عشان يبدا يفرزه مره ثانيه. احنا البايل اسيد شنو مصنوع منه؟ مصنوع من الكوليسترول، والالياف اللي هي المذابه ترتبط بالبايل اسيد في الامعاء، فتساعدني اني انا جسمي ما يمتص البايل اسيد مره ثانيه ويطلع من جسمنا، ويرد الجسم يحاول يصنع البايل اسيد مره ثانيه فيضطر ياخذ الكوليسترول اللي في الدم. فبهالطريقه هذه احنا نزلنا الكوليسترول بطريقه مفيده. المهم انا عندي لما تاكلون سلطتكم خلوا فيها قبشه صغيره زيت زيتون، او ان خلوا السلطه يكون فيها بروتين، لان البايل اسيد ما ينفرز بكل لحظه، مو كل ما كليته ينفرز، ينفرز اذا في اشياء تخلينا نفرزه، اللي هو الدهون، اللي هو وانا افضل تكون الدهون المفيده مثل زيت الزيتون، او البروتين، وهم نرد نقول البروتين الابيض المشوي، على اساس ان احنا ما ناخذ اشياء المقالي اللي هي ترفع الكوليسترول بطريقه غير مباشره. فاحنا نتكلم حطوا سلطه، حطوا البروتين، حطوا زيت الزيتون معاها، كذي الجسم يفرز بايل اسيد بكميه، والالياف اللي موجوده في السلطه من السبانخ من الخز، ترى البصل وايد يلعب دور معانا، انا تعمدت اني اوقف يمه الحين، اولا عشان علم الكويت، وثانيا لانه هم ينزل عندي الكوليسترول، فحاول بس يكون يفضل يكون فريش، مو من يعني مو مطبوخ، ولما تاكلونه ينفرز جسمنا عندنا البايل اسيد ويرتبط وينزل عندي الكوليسترول. هذه النقطه المهمه بالالياف. النقطه الثانيه والاساسيه عشان احنا لو ننزل ال LDL وايد اساسيه، وانا هني العب فيها دور كبير، نزول الوزن. سالفه والله
في وايد عندنا اضعاف فيهم كوليسترول، بس هذا يكون له علاقه بالوراثه وطريقه اكلهم يكون سلبيه، ولكن السمنه هم ترفع الكوليسترول الضار. فنزول الوزن ينزل لي الكوليسترول وينزل لي بالاساس ال LDL اللي هو الضار وتوتال كوليسترول كله اللي منزل وزننا. الشغله الثانيه الحركه، حركه بركه. كل ما تحركتوا، دراسات وايد طلعت تقول 30 دقيقه كل يوم تنزل الكوليسترول ما بين 5 الى 7%. 5 و7% ترى مو شويه، يعني اذا الشخص كان فيه 6.1 كوليستروله يوصل الى 5.3 5.4، وهذا شيء وايد زين ومفيد لنا. فحاولوا دائما تحاولون تتحركون مثل ما تقدرون. ولما ناكل، الحين حتكلمنا عن الاكل اللي ينزل الكوليسترول، الحين نبي نعرف شنو الاكل اللي يرفع الكوليسترول. اول نقطه والناس اللي ما تدري عنها وكلها حاطين بالهم مقالي، الحلويات. والله واحد يكثر حلويات، كيك، كاكاو، اي نوع من الحلويات، حلويات الشرقيه من هالقيمات وهالسوالف، هذه ترفع الكوليسترول بطريقه ما تتصورونها. فانتم لا تحطون بالكم بس المقلي والدهن والربيان والبيض وهالسوالف، هذا اعتقاد كان قديم. الحلويات اللي ترفع عندنا، حاولوا دائما تنزلونها. ليش؟ الحلويات ترفع الدهون الثلاثيه، بالنهايه ترفع عندي الكوليسترول، لان الدهون الثلاثيه تتحول الى كوليسترول بالنهايه. فحاولوا دائما توخرون من هالسوالف. الشغله الثانيه الدهون الضاره اللي هي الدهون المحوله. انزين، اللي هي يسمونها ترانس فات او الدهون الهيدروجينيتد اويل اللي يكون معها يسمونها الدهون المهدرجه. هذه ترفع الكوليسترول بطريقه مو طبيعيه، فدائما الله يخليكم. طبعا واحده من الفقرات ان شاء الله الجايه راح نتكلم شلون نقرا نيوتريشن فاكت، شلون تعرفون توخرون عن هالدهن هذا بالذات. هذا يرفع عندنا الكوليسترول. زين، وين نلقى الدهون المهدرجه؟ نلقاها في البروسيسد فود، اي شيء معلبات، الدريسنجز اللي نلقاهم، الصلصات، دائما الاشياء هذه نلقى فيها دهون مهدرجه. المطاعم تستخدم الدهون المهدرجه بكثره. ليش؟ لان الزيت يظل سائل وما يحترق بسرعه الدهون المهدرجه. فشو يسوون؟ لما يقلون يقدرون يستخدمون الدهن مره ومرتين وثلاث واربع، فاسهل لهم وارخص لهم ما يستخدمون هالدهون هذه. فدائما معظم المطاعم تستخدم هالدهون، فحاولوا توخرون عنها كثر ما تقدرون. فهذه الدهون المضره نوخر عنها. في دراسة جديدة صار فيها كونتروفرسي، يعني ناس يقولك إيه وناس يقولوا لك لا، اللي هي الأوميجا 3 وشون يلعب دور معانا في نزول الكوليسترول. دائما احنا بآخر 10 سنوات مؤمنين إيمان تام أن الأوميجا 3 ينزلنا الكوليسترول. حلو؟ للأسف وقتنا هذا الكوليسترول او الحبوب اللي قاعد تاخذونها حق نزل الكوليسترول اللي هو الاوميجا 3 يكون فيها اشياء وايد معها، يكون اوميجا 3، اوميجا 6، اوميجا 9، يكون فيها اشياء كثيره بالحبه. هذا اللي الدراسه يوم طلعت عن هالحبوب هذه، ما طلعت على البيور اوميجا 3 بروحه اللي هو ال HDA وال LDA بروحه، هو اللي ينزل لي الكوليسترول. دراسه فيها من الصحه بس بنفس الوقت هم انه مو معقول ان الاوميجا 3 ما ينزل، انه هو يعتبر اوميجا 3 من الدهون المفيده اللي موجوده بالزيت الزيتون وموجوده في المكسرات وموجوده في السمك. فنحاول كثر ما نقدر ان احنا نكثر الاوميجا 3، وصار سالفه انه هو ما ينزل كوليسترول مو صحيح. حاول تاخذونها من الاكل، وحاول بنفس الوقت ان اذا بغيتوا تاخذونها كسبلمنت كحبوب اخذوها بيور 100% بس اوميجا 3، ما معاها اوميجا 6 ولا معاها اوميجا 9 او اي شيء ثاني. حبوب تطلع بعد معاكم يقول لك والله اوميجا 3 مع شاي اخضر على انه مفيد لك، لا، الشاي الاخضر خذوه شربوه احسن منكم تاخذونه بحبه. اوميجا 3 عشان تنزلون الكوليسترول بيور بروحه ما يكون شيء معه. ان شاء الله يا رب استفدتوا معي فقره اليوم، واشوفكم ان شاء الله فقرات القادمه.